اللي تعرضت لحريقة هايل المدة اللي تعديت يظهلي أتى على الأخضر واليابس، خسائر مادية كبيرة برشا في وقت وجيز من الحرائق هذه. الكلام اللي كنا نحكيو فيه قبل ما نخرجوا من الأخبار سي عبد اللطيف كلام خطير برشا. أنت اليوم تقول اللي تقع تتعرض لضغوطات كما قلنا بكري حتى على الكاميرات سورفيونس، فما أطراف معينة موجودة في الحريقة هذه ماهيش طبيعي، ما صارتش من تلقاء نفسها النار وشعلت وحدها، فما حاجة مفتعلة صارت. أنا قبلت شكون من الحماية قال لي عندي خبرة براتيكمون 15 سنة نعطي في الحرائق، قال لي عمري ما ريت النار هذه اللي خارجة وما فماش لا ريحة سونس لا فما حتى شيء، ما عندناش دي ماتريو اللي يتحرقوا بالطريقة هذيك. يعني احنا قبل ما نخرجوا اخبار سي عبد اللطيف كنت تحكي انت على انه فما اطراف ربما هي اللي قدمتها كاين تصفيه حسابات هكا ولا هي تصفيه حسابات بامتياز توا، والابحاث مش تكشف على كل شيء. انا تعرفوا يوسف بن سالم جال هنا للبلاتو هذا يعطيكم تصريحات اندرا مدام عنديش فيها دخل. ايش شنو علاقتك انت بيوسف بن سالم؟ علاش اسمك مطروح؟ لانه طوال الكلام اللي انا حرضت يوسف بن سالم باش يقول الحقيقه وباش الهزان الفلوس هذايا وكل شيء، انا اللي قلت له ما تخافش وقولوا كذا انديري انا حاضر معاهم والا عايش معاهم، هذه ناس تعيش مع بعضها، هذه ناس عملت عمل مع بعضها، هذه ناس خدمت الطفل وخدمت به، انا شنو دخلي؟ توا تونس كامله تحكي الا عبد اللطيف صفى حساباته مع محي الدين، لقى نهار الضربه في محي الدين. سي عبد اللطيف احنا ما نسميوش اسماء وما نتهموش اطراف. انا داري خلاف، انا رزقي تحرق، انا دارنا دار ميت، انا ما عاد على بالي بحتى شيء، انا خويا براكيو لي البوكس بتاعي، حطموني، شوهوني، خذوا لي فلوسي، دوروا علي المستشارين ما خلصونيش، فرنك ما خذيتوش، كل شيء دفعته من دمي يا مساكنيه يا عباد يا مؤمنين، واخر شيء نولي روشيرشي نقابل سيد تحقيق انه حاضر يرحب والدين والدين، الراجل بت الراجل قد كويس اجي هذايا يقعد معايا السيد في القنطاوي، السيد هذايا وقابلته قال لي عبد اللطيف تريض والا المره الجايه ما نرحمكش، نهار الكومبان تاع مؤاذن فيما يكلمني وقدام شهود يقول لي لما نحيك من الدنيا، يجيني العربي قرطاس نسكن في القنطاوي يجيني مدي لانفيتاسيون قال لي تحضر كيش يصير، قال لي فضيحه في مساكن كامله، المساكنين الكل جات. هذا كلش علينا ان نحكي لكم على المشكل اللي قاعد راقد وفاه. سي عبد اللطيف انت حكيت لنا على حاجه مهمه برشا، بعد الباساج نتاع يوسف بن سالم لهنا في بلاتو في نجمة أفاق يجيني يوسف بن سالم منه غدوة بعد الباساج، بعد الباساج بنهارين يوسف بن سالم يمشي للقطب القضائي الإرهاب يمشي يبحث عن الموضوع اللي قاله واللي لحكاه داكوردو. آخر توصية أعطاها له سيد حاكم تحقيق قطب الإرهاب قال له وصل ميساج عبادك اللي تقابل فيها من نهارين يستحفظوا لأرواحهم الأمور راهي ماهيش باهية، هذايا حاكم التحقيق قطب الارهاب. يجيني سي يوسف عن انامي اللي ما نسميش بعثوا لي عطى الميساج ليوسف قال له قل عبد اللطيف يرد باله على روحه النارين هذوما راهي الامور كبرت كبرت سي حطوا في النيشان هكا تكستو. قلت انا ما عندهم ما يعملوا، شنو اللي عملته انا؟ انا حتى العباد اللي جبد عليها يوسف ناس اصحابي اللي جبدهم الكلهم شفتهم الناس اصحابي وتربطني بهم علاقه احترام وناس نقابلوا بعضنا في موت نعزيوا بعضنا في فرح نكلموا بعضنا في عيد يعني من ناس ما عنديش معها مشكل، لكن تلمو السيد هذا يعرف روح وضرني وعامل معايا مشكل ركبت له في راسه اللي انا قلت له يوسف صرح باللي ريته الكل تجاه السيد هذا داكوردو. الى حد الان واضحين، الى حد الان نجم نقولوا كان مجرد تخمينات واستنتاجات، لكن توا مش نرجعوا نحكيوا على الواقع وعلى الشيء اللي نحب نقوله وعلى الجديد اللي صار. انا اول ما صارت الحريقه اول تليفون جاني من السيده جارتي اللي تسكن فوقي اللي عندنا 15 سنه نصبحوا على بعضنا اللي تقول اختي يا سي عبد اللطيف يا سي عبد اللطيف اللي تسافر كل من عندي اللي رجلها في فرنسا تستحق حاجه لجونسا لذمتها وتو مساكن كامله تسمع فيا. من اللي صارت الحكايه تقلبت ولا تتحط في الكرهبة صباح قدام البيرو وما تخليش الخدامه يدخلوا به لهنا كل شيء عادي. انت انسان تصير لك حريقه كي من هكاكه في ناس رزقها مشاف حم
كارثة بأتم معنى الكلمة. أول رياكسيون الإنسان يعرف ربي ما يعرفش ربي، إنسان قلبه حديد قلبه حجر يطلب اللطف هكا ولا. احنا الثمانية متاع الصباح السيدة هذه واقفة قدام البيرو مازال يشعل، منعت الخدامة باش يدخلوا وتقبحت فيهم وقالت حتى يجي مولاي المول ما يدخلش. إلى حد الآن عادي. ايش مدخلها في المحل؟ عادي ايش مدخلها؟ نقول ايه في المحل ايش مدخلها؟ شنو علاقتها بالمحل؟ هي جارتك ولا ما عندها حتى علاقة؟ انا قلت لك شفت ولا هذا حاضر قدام الامن راهو وقدام مساكن كامل وقدام خدامتي وقدام الناس كلها، تقول صحيت قلت ايش دخلها؟ سبحان الله. قلت اخويا امراه واش مش ناخذ عليها؟ ما تقول حتى ايش مش نقول؟ ما عندك ما تقول سي بون. البارح الجامعة الوطنية لوكالة الأسفار اللي نوجه لها الشكر الكبير مرة أخرى ويرحم والدين والدهم واحد واحد، وجامعتنا العزيزة الغالية هذيك تبع زوز خبراء متاع إعانة الوكالات المنكوبة، زوز خبراء يأتوا من تونس. أنت وكالتك ماهيش أسورية؟ ماهيش أسورية أنا وكالتي بابا، ماهيش أسورية وكالتي، لكن عند الجامعة صدفة أنه الحريقة تصير في الوكالة الماهيش أسورية. أنت عندك أكثر من فرع. أنا عندي سبعة فروع. أنا نسأل فيك معناتها مش استنتاج. الله غالب ما هذيك مش مسورية. عندنا مجرد أسورانس متاع المعتمرين، تصيرش حاجة المعتمر يدي عندناش باسبور متاع حد، تتسمى أون أسورانس أنترن متاع الفيدراسيون الجامعة الوطنية وكالة الأسفار. الجامعة تبعث لنا زوز خبراء، زوز خبراء هذوما ناس معروفين في البلاد، منهم خبيرة كانت عضوة مجلس نواب في الفترة السابقة والسنة ما طلعت، جات بصدفة ربي هي اللي بعثتها الجامعة باش تشوف. أول ما وقفت قدام السياج شكون تلقى؟ تلقى المرأة هذية مولات حاطت من الكهرباء هي وزوز من الناس معاها والأمن واقف والخدام والعباد. تفضل قالت لها منين يا مدام؟ قلت لها جيتنا راني في طلة ومش نشوفتني الحريق. شكونك؟ قالت لها تابع راني وكلت الأسفار وكذا. ما تدخلش قالت لها، وما يدخل حتى حد. من حقها اش دخلها؟ من حقها هذا ما حكيت لكم انا في الواقع، قلت لك ناس ما تدخلش. اسمعني هي مولات هي ما انت مريتش بعينك، مريتش بعينك نقلوا لك الكلام هذا. انا نقول لك توا ناس معناها مش تجي، معناها ناس ماهيش، معناها ناس بعقولاتها وناس خبراء وناس معناها ناس جايه من تونس، ناس معناها من 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 ما نزيدوش اكثر من هك. لكن لو بلو بير اللي قالته تكستو، لان انا نجبد وقتي اللي قالته والحجه على من ادعى وعندك الناس هذوما مش يجي. أول كلمة لا باش ما نفوتكمش بالهدرة، كي كلمتني في الليل افيك توت سمباتي، يا سي عبد اللطيف يا ناري لخويا، يا سي عبد اللطيف كذا، معناها قعدنا بالتليفون يمكن من 11 ونص تاع الليل حتى نص الليل ونص زادت التليفون آخر. اش قالت لي هي؟ قالت لي فما حريقة أول تليفون عملته لي. ألور كو جاني بعدها بربع ساعة تليفون مع عند جارتنا المقابلة تسكن أون فاس، هي تسكن فوقي ما تجمش ترى تحتها اش فما، اللي أون فاس مادموزيل نورهان تسكن هذه في البريمير تاع نسميو سي عبد اللطيف خاطر الاسماء ما تعني حتى حد. راه مقابل كلمتني قالت لي بعد ربع ساعه، قالت لي سي عبد اللطيف راهو فما دخان خارج من لاجونس، يا دو لا فومي، فماش حريقه النار مازالت مش علاش ما فماش نار. هي ترى قلت لها اسمع تحريقه سي وزي كاتاستروفيك، سي وزي كاتاستروفيك. انا كلمت الناس ونكلم في الحمايه وهو جاي الناس. قالت لي نو سي دو لا فومي. بردت شويه. هذه حادثه، هذه موضوع اول. الثاني نرجعوا للخبراء نتاعنا والناس اللي جاوا من تونس. اش قلت لهم تكستو؟ قلت لهم سي سي فيني سي ريغلي، سي سي فيني سي ريغلي. علاش؟ شحال مسؤوليتي في كلمه وقلتها معاها خو راجلها اللي هو في فرنسا. السيد هذايا خو راجلها مساكني هذايا اللي كل صباح صباح خير يا سي عبد اللطيف، الزدر الحنين نتاعهم عبد اللطيف اللي مش يسافروا عبد اللطيف، حبوا فلوس الكريسه بقول لهم عبد اللطيف. شي يقول لها شو مدخلوا في محدين امير ولا زرستا؟ انا نقول ذكر يا سي عبد اللطيف، علاش تقول انا داري خليت خويا؟ هذوما الناس قالوا انت لهنا يا سي عبد اللطيف تتحمل مسؤوليه الاسماء اللي ذكرت الكل اليوم. خويا مانيش حاضر، فما خبراء وفما ناس غير انه يتحمل مسؤوليه الكلام. سي عبد اللطيف سامحني باش نقول كلمه، غير انه انك انت تتحمل مسؤوليه الكلام اللي قلته والاسماء اللي سميتها. الباب مفتوح للناس اللي ذكرت اساميهم باش يتصلوا بنا بالتليفون يوضحوا، والا يكونوا موجودين لهنا في الاستوديو يعطيوا زاد هما وجهه النظر نتاعهم. ومن فضلك انت حاول ما تسميش العبيد باسمائها. به خلينا نكملوا في الاخر بالكل تو الخلاصه نتاع الموضوع هذا. في الاخر بالكل الخلاصه نتاع الموضوع هذا، اذا كان مش نتعمقوا فيه انا عندي ادله كبيره، فما حوايج صارت كبيره وتنعرفوا السيده هذه شكون يطلع اخوها او وين مربط الفرس
والسيد اللي انا عندي معه مشكل وفك لي رزقي وفك لي بطولتي وتعدى عليا ودور عليا الناس شنو هو علاقته بها فاش ينفع فيها، لاني مش نقول على مسؤوليتي. السيده هذه اخت الارهابي اللي عمل عمليه نيس، واضح امور كبيره ياسر ياسر ياسر. السيده هذه خوها اللي قتل 89 بشر في نيس، هذه السيده تكوردو. والسيده هذه قاعده تمشي لوزاره الخارجيه وتمشي لقنصليتنا في نيس وسالونا في مواضيع الخوها، وخوها اللي في بلدتهم تاع نيس اللي قتل 90 بشر هو سي عبد اللطيف. اسمعني مليح، امور خويا مازالت برشا امور كبيره كبيره كبيره. انا اش قلت؟ انا مانيش حاضر. انا شو نقول؟ قول خويا خدامتي تخدم نهار كامل، الخمسة ونص سكروا، العشرة بدا الحريق. يا دولة تونسية ماني طالب حتى شيء، يا ناس طالب يا خويا قبل ما نستناو الشرطة الفنية نبداو اجراءات احترازية باش نسمو شهود، نسمو عساسة، نجدو لكاميرا سيرفيونس باش بعد كيف يعبر التقرير الفني بعد الشهر ولا 10 اليوم ما نقولوش ما عادش عندنا دي بروف. اي انت لازمك تتوجه للامن وتقدم شكاية في الناس اللي انت وجهك الامن. جاتني تليفونات نتاع فما بانكا مشاو لها وقالوا لها شنو هي كاميرا سيرفيونس نتاع فما برشا امور ولات تحت الطاولة. حريق كيما هكا والكارثة هذه ما مشى حتى جار يبحث، ما سألوش عساس وإلا لا، ما جبدوش كاميرا وثبتوا، ما جابوش ريستوران قدامي وقالوا له راك انت قدامك لاجونس وراك تخدم تسكر بطاطا نتاع الليل. انت تتوجه للامن وتعطيه المعطيات اللي عندك وليدوسيي اللي انت تحكي عليهم والضغوطات اللي جاتك والتليفونات والوثائق اللي عندك الكل، وتقدم شكوى في الناس اللي عندك فيهم شك، وانت قلت 95% عندك فيهم شك، والامن معناتها ياخذ الاجراءات نتاعو وتتحال القضيه على القضاء. علاش بربي جوست دقيقه، معناتها انت تحكي لي على الشامبيونان نتاع بوكس أثرت أي بسبب الشامبيونة هذه كانت مهدد بالقتل بعد تصريحات شوشو. قلت لك معتمد مساكر حاضر، خلينا من الأطراف الناس الكل. أنا اللي عطيت المعطيات اللي عطيتها، كان بشر كذبني يقول لك كاذب يا عبد اللطيف، كان بشر خلصني يقول لك لا مش كاذب مش كاذب. أنت 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 مهدد بالقتل وتصفية جسدية، إي يلزمك يلزمك تتوجه للأمن وللقضاء باش هو وتقدم شكاية في حق الناس هذوما والقضاء يفتح التحقيقات نتاعو. شنو اللي خلاني نتقلق؟ اللي خلاني نتقلق كونه انا ليت الواقع تفرحت اللي الامن يعس واللي شات الشرطه الفنيه وقلت ساسوني كان ديبو دون انكيت سيريوز. هذا كان شويه جا تصورات هاو جات فنيه برا ما صار شيء. سي عبد الجليل انا عرفت الحكاية عندها 48 ساعه. سي عبد الجليل يعني نتصور الناس تعيات وناس فما حتى شيء. سي عبد الجليل الكلمه الاخرانيه خاطر باش نخدموا ما عادش عندنا برشا وقت، دونك الكلمه الاخرانيه انت باش نخلي لك الفرصه. الكلمه الاخرانيه حسبي الله ونعم الوكيل. الكلمه الثانيه اللي لعب بالقوت لعب بالموت ومساكن برجالها وفما ربي في الدنيا وللحديث بقيه. واضح. خمسة حوايج. شكرا لك سي عبد اللطيف مليح صاحب وكالة الأسفار مساكن فواياج اللي تحرقت في مساكن، باش نواصلوا نحن في زوم 73 في صافي سعيد خاطر ما شاءنا برشا وقت. ثواني باش نوضح انه فما قضاء ينجم يتوجه له سي عبد اللطيف. القضاء اكيد باش يسمع الديكلاراسيون هذيا والمعطيات اللي عنده والاسماء اللي طرحت اليوم، راهو هاو نعاود نقولها مرة أخرى. حرقوا لي صغاري، حرقوا لي رزقي، الأسماء اللي ذكرت شوهوني خلوهم يعملوا مساكن كاملة تشهد. واضح. مساكن كاملة تشهد. الأسماء اللي ذكرت اليوم عندهم حق الرد نجموا يتصلوا بنا في اي وقت، وهاو في المباشر دعوه باش يحضروا لهنا والا بالتليفون ويردوا على الكلام اللي قال. واضح. اخر رمق للحاجات بقيه سي عبد اللطيف حمل مسؤوليه الكلام اللي قال. نمشيو للموسيقى.